ما حكم الزوج الذي لا يعالج ولا يكسو زوجته بحجة أنها تعمل؟ الزوج مسؤول عن الإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. الزوج مسؤول عن الإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك من الملوك. أما علاج الزوج لزوجته ففيه خلاف، والجمهور لا يرون وجوبه، واختاروا رأي ابن تيمية فيه بأنه يعالجها.